فضيلة الشيخ، بعض الآباء يمنعون بناتهم يمنعون بناتهم من الزواج، خاصة إذا كان لهن رواتب. فمثلا كان عنده 3 بنات كل واحدة راتبها 7000، هو يعتبر هذا ربحا كبيرا ويمنع بنته ويرد الخاطبين. نعم، نصيحتكم لهؤلاء الآباء؟ أولا نقول إن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء رضيته. لكن إذا فعل قلنا الحمد لله، اجلس بحويسك وننتقل إلى الولي الآخر. فمثل إذا كان لها أخ وأبى الأب أن يزوجها نظرا إلى أنه سيستولي على راتبها، يزوجها أخوه ولو مع وجود الأب. والأب إذا تكرر منه الرد، استمعوا، الأب إذا تكرر منه الرد أي رد الأكفاء، صار بذلك فاسقا. لا تقبل شهادته ولا تقبل إمامته في الناس، أي ما يصلي بالناس على رأي بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا لأنه كان فاسقا لإصراره على المعصية. أفهمتم؟ ويقال لهذا الأب، هذا الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فأنت زوجها وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر. نعم.